بص بقى، الجزء ال 14 ده الأخير، نصايح عامة كده، يعني مثلا نصيحة منهم إن إحنا يقول لك لازم تاخد تايم أوف أو تايم أوت. يعني أنت في جدولك كده وفي يومك، بص لازم كده خد لك نص يوم أجازة، روح انبسط فيه، اعمل أي حاجة تبسطك. روح مثلا اعمل شوبينج، روح مول، ولا روح ما اعرفش اي مركز تجاري كده واعمل اشتري لك شوية حاجات بتحبها. روح السينما اتفرج لك على فيلم. لو في مشاكل عضوية عندك ومحتاج تشوف الدكتور، ما تكسلش على نفسك، وتبقى مهتم بكذا حاجة في الدنيا وسايب صحتك دي اخر حاجة. يعني انت لازم يبقى ليك انت تايم اوف كده، انت تشوف في نفسك ايا كان، بحاجات بقى اكتيفيتيز هي مفيدة عضويا، مفيدة نفسيا، فن، وخلاص بتشط اوف كده مع نفسك. تروح جنينة تقعد تتمشى فيها، تروح يومين اسكندرية، شرم الشيخ، الساحل، مش عارف ايه. يعني الحاجات دي كلها مهمة عشان انت تقدر تكمل. في مثل كده بانجليزي مش عارف بالعربي اسمه ايه، you can't pour from an empty cup، يعني اللي هو ما ينفعش. يعني ايه يا منى you can't pour from an empty cup؟ الإناء الفارغ لا ينضح، ولا لا مش عارفة، لا يعني لا يعني ما تقدرش تكب من إناء فارغ أو كوباية فارغة، يعني حاجة بالظبط. زي كده. يعني انت يعني ما ينفعش انت ايه مثلا، يعني تدي، يعني انت ما ينفعش تدي اي حاجة الا ما تكون هي عندك. مثلا ما ينفعش تدي ولادك حب اذا انت ما تكون حابب نفسك. مثلا ما ينفعش تساعد، تنصح حد ان هو يلعب رياضة وانت ما بتلعبش. موضوع الرياضة ده مثلا كان لسه في دراسة معمولة على الدكاترة هنا في كندا، بيقول لك الدكاترة، احنا عارفين ان الرياضة دي بتحسن السكر والضغط والكوليسترول وكل حاجة، اكيد انتوا عارفين الكلام ده مش محتاج شرح يعني. فالمفروض اي دكتور بينصح بالنقطة دي، اي دكتور باطنة ولا دكتور طب اسرة لازم ينصح بالحكاية دي. فهم كانوا بيشوفوا هل الدكاترة بتنصح فعلا ولا ده كلام كتب، فلقوا ان الدكاترة اللي بتمارس رياضة هي الدكاترة اللي بتفتكر تنصح المرضى انها تمارس رياضة. فليه؟ you cannot pour from an empty cup. يعني انت ما تقدرش، اذا انت ما كنتش مليان مش هتقدر تدي اللي قدامك حتى بالنصايح الطبية يعني. في نفس الوقت بقى عندي دكاترة متدربين هنا في كندا، يقعدوا يسألوني ازاي ابقى دكتور نفسي شاطر، ولا ازاي اعمل استشارات نفسية يعني بكفاءة وبتاع. او ما انا برد ببساطة جدا اقول له انت كل ما تبقى انت كويس كل ما العيانين بتوعك هيبقوا كويسين، كل ما تبقى انت منيل بنيلة كل ما العيانين هتتعب منك. يعني انت الموضوع بسيط، مش هوش علمي. كل ما انت انسان كويس بسهولة هيبقى العلاج النفسي والحاجات دي سهلة وهتيجي ناتشورال. انت انسان مكلكع، في مشاكل مش ما بتحلهاش، مش مركز مع نفسك، مش هتعرف تدي اي حد اي حاجة حتى لو ذاكرت جميع طرق العلاج النفسي اللي في العالم كلها. والدراسات طبعا بتثبت الكلام ده يعني. طبعا تقييم الدكاترة والتقييم الطبي، يعني ما بنقعدش نبص على شخصية الشخص، بنبص على المهارات بس. أنا شايف إن شخصية الشخص طبعا، وأكيد أنتوا عارفين يعني، سيبك من الطب النفسي اركنه على جنب، الدكتور اللي هو طيب كده وكويس تحس إن أنت مستريح حتى معاه، حتى لو هو دكتور سكر ولا دكتور بطنة ولا دكتور عظام ولا بتاع، بيبقى إنسان مريح. وهتلاقيه هو مريح برضه في علاقاته، وهيبقى برضه مريح في مع أولاده وهكذا يعني. فنرجع تاني، اهتم بنفسك، اهتم بصحتك، اهتم بوقت الفراغ بتاعك، اعمل حاجات بتفرح، واعمل حاجات بتفيدك، واعمل حاجات بتفيد اللي حواليك. كل ده هيحسن من الصحة العامة والصحة النفسية بالذات. برضو في العلاج الجدلي بيركزوا على موضوع الهاير باور ده، اللي هو هاير باور اللي هو القوة العليا، اللي هو الإيمانيات يعني. طبعا في مجتمع زي اللي أنا فيه اللي هو كندا، خلفيات مختلفة، الهنود ليهم معاني معينة، العرب ليهم اللي هي الإبراهيمك ريليجنز اللي هم الديانات الإبراهيمية، المسيحية والإسلام واليهودية ليهم طريقة معينة في النظرة للإله. الديانات بقى اللي هي البوذية والهندوسية
والسيكيزم والحاجات دي ليهم طريقة مختلفة تماما. فهو في العلاج الجدلي بينصح ان انت يعني تبقى مركز في المعاني اللي انت، لو انت تؤمن بربنا او بقوة عليا يعني، تبقى مركز في المعاني دي وتحاول تدرس هي المعاني اللي انت ماشي وراها دي بتحسن من علاقتك بنفسك ولا لا، بتحسن من علاقتك مع الاخرين ولا لا، بتحسن من نظرتك للحياة ولا لا. وبرضه في العلاج النفسي شايفين ان انت، ان الدين ممكن يسبب مرض نفسي. الدين يعني انت لو انت مقتنع ان ايه، ان انا لازم اروح الجامع واقرا القران واصوم رمضان وكده حلو، وان دي حاجات مهمه ومن اهم الحاجات اللي في الحياه وفي الدنيا يعني، وبعدين ما بتعملهمش، يعني انت مقتنع ان دي حاجات مهمه وبعدين ما بتعملهاش، هيقوم انت تحس بالذنب حلو. تقوم انت ما تحس بالذنب، الاحساس بالذنب بيجيب احساس بالخوف، والاحساس بالخوف بيجيب احساس بالغضب، والاحساس بالغضب بيجيب اكتئاب وبيجيب مشاكل في العلاقات وهكذا، تلاقي نفسك داخل في دايره كده مش عارف اولها فين. فهو بينصحه في العلاج ده ان انت عندك ايمانيات معينه، وانت شايف ان اللي فيه التزامات معينه دينيه المفروض تقوم بيها، يا ريت تقوم بيها، اذا كان قرايات معينه او صلوات معينه او زياره اماكن عبادات معينة، يستحسن ان انت تعمل كده بدل ما تحس بالذنب وتحس ان انت مقصر طول الوقت فيجي لنا مرض نفسي نتيجة الموضوع ده. حاجة كمان نرجع لها، حاجة اسمها، ودي هنعملها دلوقتي، حاجة اسمها kindness and compassion mindfulness، اللي هي تمارين التأمل اللي فيها عطف وحنان. عطف وحنان ازاي يعني؟ يعني هنمارس تمارين دلوقتي، هي تمارين تخيلية برضو، هتحاول تطور في احساس الحب ناحية نفسك، تاني احساس الحب ناحية نفسك وناحية الاخرين. مين الاخرين يعني؟ يعني نزود احساس الحب ناحية الناس، ولادك، مراتك، الناس اللي حواليك، وبرضه هنزود احساس الحب ناحية الناس الغرب، عامل بيشتغل معاك في المصنع، ناس بتشوفهم في الاتوبيس كل يوم وانت راكب الاتوبيس ما انتش عارف مين دول. وبرضه هنزود احساس الحب شوية ناحية الاعداء كمان، يعني في عدو معين بس انت هتقرر ان انت تسامحه، او شخص اساء ليك في الماضي بس خلاص بقى اللي حصل حصل وهنعدي الموضوع وهنسامحه وهو خد عقابه وانتهى الموضوع، فهنقرر النهاردة ان احنا نسامحه. يعني هما في العلاج ده شايفين ان تمارين التأمل اللي فيها حب ناحية نفسك وناحية الغريب وناحية الصديق وناحية العدو، الحاجات دي بتريح النفسية بتاع الإنسان. فإحنا هنمارس الموضوع ده دلوقتي. فإحنا هنعمل إيه؟ بص، نفس الطريقة اللي بنعملها دايما، هتقعد كده وتغمض عينك ونعمل تمارين تنفس. فأنا عاوزك تدور دلوقتي على مكان تكون تقعد فيه وتريلاكس كده، وظهرك يبقى مفرود وإيديك تبقى جنبك وعينيك مغمضة. واحنا بنعمل التمرين ده حاول تشغل يعني موسيقى هادية كده، سامعين الموسيقى صح؟ تمام، موسيقى جميلة يا دكتور. يس، سامعينها كويس. بمناسبة الموسيقى، الموسيقى دي شغالة عندي في المركز. سمعت دكتور، الموسيقى اسمها ريلاكسنج بيانو ميوزك، ف شغاله الموسيقى دي دايما مشغله عندي يعني في المركز العلاجي اللي انا عامله في كندا هنا. ففي موسيقى دايما، الموسيقى دايما يعني، هو في اسمها ايه، سماعات في الحيطان وفي كل اوضه، ف والموسيقى شغاله على طول، هي مش مبطله، هي مش موسيقى عاليه، مش موسيقى يعني بسيطه كده. فعيانه تاني، عيانه في يوم كانت متضايقه، ما تفهمش متضايقه من ايه ولا ايه، طلع من الأوضة مزعقة في كل الناس، بتقول لهم يعني، طلع طبعا بتزعق بالإنجليزي يعني، بس يعني بتقول لهم فيما معناه، هو أنا راكبة أسانسير ولا إيه؟ العيادة دي كل ما أجي أحس إن أنا في أسانسير ونفس الموسيقى بتشغلوها، ده أنتوا جبتوا لي صداع، ده أنا الصداع النصفي، ده أنا هشتكيكم كلكم، الصداع النصفي بتاعي باظ والعلاج ما بقاش مؤثر بسبب الموسيقى اللي أنتوا بتحطوها. ف
يعني ما في ناس لما بتبقى تعبانة أو متضايقة بيشوف أي حاجة، مهما حتى لو أنت هي حاجة جميلة أو كل الناس ممكن تقول عليها كويسة، بيشوفها إنها يعني صعبة أو وحشة أو مضرة. حط عمرو دياب، طيب يمكن أحطه في كندا عمرو دياب؟ طب يعني هيصة بقى وبتاع، أو اللي هي الأغاني المهرجانات دي تقريبا. ده كده اسمحي مع لي يا دكتور بس أسألك سؤال، احترام. اسمحي لي يا دكتور أسألك سؤال. قول اسأل يا عم. هل أنت معلش خرجت من المدرسة المعرفية السلوكية ورحت للمدرسة التأملية البوذية الهندية الشرق أوسطية؟ أنا تمام. استغربت صراحة إنه الخروج كذا يعني النسق المعرفي، ها لأنه المدرسة المعرفية هي يعني تقوم على قواعد وقوانين. تمام. بعدين لما سمعت تتكلم عن المدرسة التأملية بحكم أنك مختص في علم النفس يعني توقفت، يعني لأنه المدرسة التأملية المدرسة المعرفية نفسها عندها مآخذ على المدرسة التأملية، تمام. فحاب انه يعني توضح لي كيف الكونفليكت، يعني كيف حصل الموضوع ده. طيب انت شكرا، يعني سؤالك جميل جدا. طبعا انت العنوان، بص احنا مش في حاجه، بص عشان الناس اللي بتسمعنا برضو، في حاجه اسمها علاج المعرفي السلوكي، اوكي يا جماعه، اللي هو سي بي تي. حلو. ده طريقه من العلاج افكتيف، جميله كويسه. حلو. مش دي اللي احنا بنشرحها النهارده، ده اللي هو صديقنا عادل بيسأل عليها، اللي هو العلاج المعرفي. حلو. انا بشرح حاجه النهارده اسمها علاج الجدلي، اللي هو دي بي تي، دايلكتيكال بيهيفير ثيرابي. العلاج الجدلي ده ربعه مركز على تمارين التأمل، وتمارين التأمل دي هو فعلا زي ما أستاذ عادل بيقول، أو دكتور عادل بيقول، إن دي حاجات هندوسية بوذية، هي فعلا جاية من الخلفية دي في العلاج، لأن أنت ما بناخدش منهم المعاني الدينية بتاعتهم، وما ليهم معاني دينية مختلفة عننا تماما، احنا بناخد بس التمارين التخيلية بتاعتهم، حتى ما بناخدش التمارين اللي فيها تعبد إلهي او كده. يعني انت مش هتلاقيني جاي قاعد، يعني بنعمل، هم ليهم تمارين انا يعني مش هنخش فيها، بس هم ليهم تمارين برضو تعبدية. طب العلاج الجدلي اللي انت جاي تعلمه لنا ده مضر بقى ولا ايه بالظبط؟ لا، ده علاج بيستخدم في العيادات. يعني انت في مصر لو عشان تشوف دكتور يعمل لك العلاج ده ويكمله لك كده، مش هتدفع اقل من 10,000 جنيه. عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا يعني بقدم لكم ايه اللي انا بعمله ده. لو انت رحت للدكتور، في ناس بتدي الكورس ده ب 10,000 جنيه، وانا زمايلي يعني اطباء قالوا لي ان الكورس ده بيتعمل. يعني هل هو افكتيف؟ او افكتيف جدا. هل هو ترجحه عن العلاج التاني اللي هو العلاج السلوك اللي هو المعرفي؟ لا، انا بحب الاتنين، يعني وانا متدرب على الاتنين، العلاج الجدلي والعلاج المعرفي اللي حضرتك بتقول عليه. انا مش شايف فيهم تعارض خالص، انا بدخلهم الاتنين مع بعض، وان شاء الله ممكن في المستقبل نبقى نعمل كورس عن العلاج المعرفي. بس انا ليه، هتقولي ليه ما عملتوش مثلا العلاج المعرفي، مش كنت تبدأ بيه وبتاع؟ لان هو منتشر في مصر والناس عارفينه اوريدي. انا بعمل حاجة يعني ان الناس ممكن تبقى محتاجاها، او مش يعني الدكاترة من الصعب انها تتعلمها حاليا في مصر، ان هو علاج جديد. انما العلاج المعرفي انت كل اغلب مفيش دكتور نفسي او معالج نفسي ما يعرفوش، لان هو حاجة بقى لها فترة كبيرة. تاني، في ناس بتبقى شايفة ان اليوجا مثلا والتمارين التأمل، ان ايه ده؟ دكتور التأمل وثقافة الذهن، ثقافة الوسطية هي ثقافة هنا العلمي. طب انا مش سامع حاجة. بص انت صوتك مقطع خالص، ممكن تظبط الانترنت؟ الصوت مقطع. طب هو يا جماعة انا مش ما... انا ممكن احنا بنسجل، يعني هكمل الجزء ده كمان وبعدين اجاوب على اسئلتكم، ممكن يعني سيبوني نخلص، احنا في اخر حتة في العلاج.
انا عارف كل الاسئله الناس، انا عارف الاسئله اللي عاوزه الناس تسال على العلاج ده، هجاوب عليها بامانه، بس خلينا نتعلم، بس نخلص الجزء ده، عشان انا وعدت ناس كتير ان انا هخلصه واكمله، وبعدين هجاوب لكم على كل الاسئله اللي بتحيركم يعني تخص العلاج ده. طيب احنا تاني هنعمل تمارين اللي هي التأملية، بلاش نقول عليها تأملية، خليها تمارين تخيلية، يمكن الكلمة دي تبقى تراضي الناس أكتر. بص يا عم، أنا عاوزك بقى إيه، كل الناس اللي سامعيني دلوقتي، أنا عاوز وهجاوب على أسئلتك والله، هجاوب على كل الأسئلة، بس عاوز دلوقتي إن ريلاكس كده، وخد نفس ببطء وطلعه ببطء. عاوز تاخد نفسك من بقك وتطلعه من مناخيرك، ماشي. عاوز تاخد من مناخيرك وتطلعه من مناخيرك، ماشي. اللي يريحك اعمله، بس عاوزك تاخد نفس ببطء، تكتمه 4 ثواني وتطلعه ببطء. يبقى تاني، شهيق وزفير ببطء. عاوزك بقى تتخيل دلوقتي ان انت واقف قدامك، وايه ده، انا مش انا يعني، يعني تاني هتتخيل انت انا نادر، او مثلا تخيل ان نادر واقف قدامي، لو انت محمد مثلا تخيل محمد واقف قدامك، منى تخيلي منى واقفة قدامك، اوكي. طبعا انت منى بتكلم منى، فمنى هتبقى مكسوفة يعني، فعادي هتحس ان انت مكسوف مستغرب، مفيش مشكلة. عاوزك انت بتكلم نفسك بقى اللي هي قدامك اللي انت متخيلها دي، عاوزك تتخيلها هي لابسة لبس مثلا، انت عارف اللبس معتاد، قميص معين، بنطلون معين، نظارة معينة. تخيل نفسك واقف قدامك، وبعدين عاوزك تبدأ تقول لنفسك كلام حب وقبول، لكن الأم بتكلم ابنها، أو أب بيكلم ابنه، أو جد بيكلم حفيدته أو حفيدها. يعني قول لنفسك كده، أنا بحبك، أنا بموت فيك. انت انسان كويس، انت مليان مواهب، انت انسان نظيف من جوه، تقدر تحل المشاكل اللي بتمر بيها، ربنا هيكون معاك، انت هتكون في امان. انت هتعمل قرارات صح في حياتك، وهتختار قرارات صح في حياتك،
انت تقدر تواجه مخاوفك. مفيش حاجة هتقدر توقفك. تاني انت بتكلم نفسك اللي هي انت متخيلها قدامك، عاوزك تنقل التخيل لأحد، يعني حد من العيلة، مراتك، مراتك، جوزك، ولادك. اختاري حد وتمني لهم فرحة وسعادة بتاني. تتخيل ان حد قريب منك واقف قدامك، تتمنى له سلام، صحة، فرص حلوة في الحياة. عاوزك تتخيل ان في حد غريب قدامك، مش غريب يعني مضر، يعني حد بتشوفه كل يوم بس ما بتكلموش. عاوزك تتخيله قدامك، ممكن يكون حد بتشوفه في المواصلات، في الشغل، البواب، في العمارة، موظف في بنك، انت حاسس ان هو بيعاني، بيعاني بس مش عارف هو بيعاني من ايه. برضو عاوزك تتخيل، تمنى له حب وسعادة وفرحة. عاوزك تتخيل ان عدو من اعدائك انت هتقرر النهاردة ان انت تسامحه. مش معنى ان انت تسامحه يعني انت موافق على اللي هو عمله، ومش معنى ان انت تسامحه ان هو مش هياخد جزاءه، او ان انت كان المفروض في قانون بيديلك حقك ان انت تتخاذل عنه يعني. بس انت هتقرر النهاردة ان انت let go بقى. عاوزك تتخيل ان في عدو قدامك، حد سبب لك اساءة زمان، وانت هتقرر ان انت تموف اون. وهتتمنى له دلوقتي خير وسعادة برضو وحب. Thank you.
عاوزك بقى دلوقتي ترجع لتمرين التنفس تاني، ركز مع التنفس، شهيق وزفير، ركز معاهم، خدهم ببطء، وأول ما تكون ريدي افتح عينيك بقى. بس يا جماعة هو ده بقى الايه، العلاج السلوكي الجدلي، وانا كده خلصت اغلب النقط المهمة فيه. اتمنى ان هو يكون استفدت منه وان يكون اتعلمته حاجة. وشكرا ليكم. شكرا لحضرتك جدا جدا يا دكتور، يعني شوية دول قد ايه بيفرقوا جدا مع الواحد. دي اكتر حاجة عجبتني. والحقيقة حاجات كتيرة، بس حتة ان الواحد يطبطب على نفسه دي، يعني انا متهيألي اي حد اي سن اي جنسية محتاج الطبطبة دي، فلو ملقاش